صباح الخير جميعا، واهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في هذه الندوه الصحفيه، الندوه الوطنيه في بن الملحون، والتي نعقدها على هامش تنظيم المهرجان الوطني لفني الملحون والشكوري في الرباط في دورته الاولى. طبعا هذه الندوه التي تحتضنها مشكوره مكتبه الالفيه بالرباط، مشكورة الأستاذة عائشة الصايغ مسؤولة لها، وعلى كل العاملين بالمكتبة مكتبة الألفية على إتاحة لنا هذه الفرصة، وعلى أن نقيم هذه الندوة هنا بمقر الألفية، لأن ندخل في تعاون وشراكة مع مكتبة الألفية إن شاء الله. طبعا الندوة جاءت على هامش المهرجان الذي ينظم طبعا بدعم من وزارة الثقافة والمديرية الجهوية لوزارة الثقافة، وأيضا مع الشركاء الأساسيين اللي هم مكتبة الألفية وأيضا جمعية نسيم للثقافة والفن. الندوة العلمية الوطنية والتي سوف نتطرق فيها لفن جميل، فن أصيل، فن يعتبر كما يقال بأنه ديوان المغاربة، فن تراث الملحون. في هذه الصبيحة طبعا معنا عدد من أو نخبة من الأساتذة الذين تطرقوا لهذا الموضوع وبحثوا فيه كثيرا، وأيضا تدرجوا على مستوى عدد من الملتقيات التي حضروها، إما ندوات إما عروض فنية ايضا في عدد من مناطق المغرب. معنا الاستاذ الباحث طبعا ديالنا والمنشد العزيز سي توفيق ابرام، شكرا على حضورك وعلى ان تتطرق معنا لهذا الفن الجميل والاصيل الذي هو ديوان المغرب. ايضا معنا الاستاذ الباحث في التراث المغربي الباحث الاستاذ نور الدين شماس، مرحبا بك ايضا. ومعنا الأستاذة سلمى بوفنيشل التي هي طالبة باحثة طبعا، ستعرض لنا إلى موضوع الملحون في شقه بلغة مولير طبعا باللغة الفرنسية في إطار بحثها الذي تناولته في إطار البحث ديالها. طبعا سوف أقول بأن الملحون كفن ديوان المغاربة كما قلت، هل هو فن شعبي أصيل؟ هل هو فن مزيج من اللغة العامية واللغة الفصيحة؟ هل يشكل فعلا قيمة تراثية يختزل مقومات الثقافة المغربية الأصيلة؟ كل هذا سيتطرق إليه الأساتذة في مداخلاتهم. ونبدأ بالمداخلة الأولى، الأستاذ طبعا الباحث ديالنا الغزال سي توفيق ابرام، منشد في نفس الوقت، بغيتكم تصفقوا عليه بحراره لانه يبحث كثيرا في هذا الموضوع ويصنع ذلك التواصل بين الاجيال. هي الاقل هناك تواصل ما بين الاجيال التي القديمه والاجيال القادمه اللي هي اجيال الشباب، هو نقطه التواصل ونقطه الوصل بهذه من خلال إدارة العدد من الورشات أيضا بالتعريف بالملحون وأيضا في إطار بحثه وأيضا في إطار كتابته على مستوى كتابته الشعرية في مجال الملحون. شكرا، وأقدم الميكرو للسي السي توفيق أبرام. شكرا لصديقتي وأختي الإعلامية المثقفة والمناضلة ملكة بنظهر طيبة الخدومة، وشكرا على هذاك الإطراء بالأخص ديك الجميل، عجبتني بزاف، ما قدانيش هذا الكرسي كاع. بالنسبة للملحون هو ديوان المغاربة كما أسلفت، الملحون هو اللي نقل لنا اليومي ديال المغربي. لواحد العصر هنايا كنعيشوا كيفاش كان كيعيش المغربي من ناحيه الماكل، الملبس، الاحداث التاريخيه، الحروب،
الأفراح، النكبات، المراسلات، فيها ما هو شأن محلي مغربي، فيما فيها ما هو قومي عربي، فيها تناول ما غفل عنه المؤرخون، ما غفل عنه المؤرخون تناوله الشاعر الملحون، بل وحتى بعض المؤرخين كان مرجعه بعض القصائد. والأستاذ نور الدين شماس غادي يشاطرني هذا الرأي، لأنه من المحققين والمشتغلين في أكاديمية المملكة على تحقيق وتنقيح بعض القصائد اللي باش ما تعرفش تضيع، والآن راه منكب على هذا الشغل هذا، مشكور على هذا المجهود هذا، واللي كنشكرو كذلك من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كنشكرو على إدراج الاسم ديالي المتواضع في العمل ديالو القيم الجميل، اللي هو عبارة عن بيبليوغرافية جميلة، وليست بيبليوغرافية فقط فهرس، وإنما ترجمة للشعراء الملحون ديال مدينة سلا، واللي سمى شيوخ الملحون السلاويون جواهر في ذاكرة التراث المغربي المكنون. والكتاب راه غادي راه عنده، غنديروا له واحد النهار خاص بيلورس ديالو ان شاء الله، باش يتعرفوا الناس على هذا لوفر هذا الجميل، واللي ذكر فيه الشيوخ ديال مدينه سلا من الراعي الاول حتى المعاصرين دابا اخر الشعراء. بالنسبه للموضوع اللي عندي انا هو التجديد. كلكم تتعرفوا بان التغيير او التجديد هو واحد الظاهرة طبيعية وكونية ضروري من التغيير للاستمرار. أن الملحون من اللي ظهر أول ما ظهر ما ظهرش بهذا الشكل هذا اللي كيشوفوه الناس، وأنا كنخاطب الناس المتلقين الولوعين اللي كيتلقاو الملحون، لأن علاقتنا بهم هي القصيدة المنشودة اللي كتغنى. اما خاصه الباحثون والدارسون والقارئون هذيك فئه اخرى، هذوك تيعرفوا الملحون من واحد المنظور اخر، لان حتى القصيده حتى القارئين فيهم هما اصناف. انا قراءه القصائد كما تعرفون نجول لكم قارئ كتختلف في ثلاثه ديال المراحل، القراءه قراءه السطور، قراءه ما بين السطور، ثم قراءة ما وراء السطور. هنا كندخلوا لخاصة الخاصة لاكريم ديال الباحثين في الملحون. وبالنسبة للتغيير ديال الملحون، حنا كانوا عندنا مراحل محطات، نذكر منهم كانت القصيدة عبارة عن في البناء ديالها هادية صدر عجوز، كما القصيدة العربية المشقنة، ظهروا مبدعين جددوا في الملحون قبل منا حنايا، حنا نعتبروا راسنا حتى حنا مجددين قبل منا، ابتكروا طرق اخرى وجابوا قياسات اخرى، بحور اخرى، منا السرابه، منا بعض البحور اللي هي نقولوا مكسور الجناح، منا السوسي. وبين قوسين فتحوا الاستاذ نور الدين شماس كان دار واحد القراءه او الدراسه خاصه على هذا البحر هذا اللي هو مكسور الجناح. والحقيقة كنت كيكتب في واحد المنبر وكنت متبع الكتابات ديالو، من خلالها تعرفت على هذا البحر هذا أكثر. كان المرحلة ديال المتيرد، وجات المرحلة ديال كان المرحلة أخرى عاوتاني ديال المصمودي اللي كما كنعرفوا جاب بحر أخرى. ومني كنقولوا بناء القصيدة مثلا كنقولوا قصيدة كانوا فيها جوج أشطار، كان الصدر عجوز، حنا كنقولوا فرش والغطاء. تطور هذا الفرش والغطاء لأشطر أخرى إضافية، بلا الثلاثي ولا الرباعي ولا الخماسي، وعاد كنمشيو لمكسور الجناح اللي هو فيه الدخول، كنقولوا الحربة أي اللازمة كتكون مبيتة، ولكن ملي كتدخل القصيدة كيوليو عندك قياسات أخرين، كيوليو قافيات أخرين، كتكون القافية المحورية وقافيات أخرى حروف أخرى اللي كنقولوا لها المزراق، كتسمى بحال داك اللي كيدير الحيك، تما كتجي هاد الكلمة هذا المزراق. هادوك حروف بحال هادوك القافيات بحال التأسيس، بحال كنقولوا كنزينوا بهم
ولكن كترجع للقافيه المحوريه. اذا كانت قصيده رائيه راه هي رائيه كتختمها بالراء، كتحمديه كتختمها بالميم. هذا الجانب الصناعه. الجانب ديال الموسيقى او الطبع اللي هو يقترن مباشره بالجمل بالكلمات. قد ما طولت الكلمات كتكون الجمله الموسيقيه، باش كنقولوا كيقولوا العرب لكل مقام مقال، وفي الانشاد الملحون نقول لكل مقال مقام، اي موسيقي، مقام موسيقي. هنا كيتزاوج الكلام كيلبس ديك الحله الموسيقيه، وهذه كتسمى صناعه. من ناحيه الملحون كانت هذيك العلاقه قديمه ديال الشيخ مع التلميذ، واخا هي في الاول كانت واصله تقريبا، كتلامس ديك العلاقه ما بين الشيخ مريد، ديك كانت واحد الكاريزما عند الشيخ، كان تيقرب يكون مريد. دابا الان كتطور الامور ولا استاذ تلميذ، مادام الملحون دخل المهد، ومعنا الان واحد الاطار اللي هي الفنانه نعيمه الطاهري من الاصوات الجميله هنا، اطار في مدينه الدار البيضاء. نعم كاين الملحون في الدار البيضاء كيتقرب، هي ماشي حاضره ديال الملحون، ولكن كاين في المدينه القديمه سيدي بليون. ولات ديك العلاقه جديده، لان البيداغوجيه كتغير على حسب الفكر ديال الملقين المترقي. تغيرت هنا باش قلنا التغيير ضروري ومساله كونيه وفارضه، راسها راه غنتغير بغينا ولا كرهنا غيتغير، غيخرج تغيير. غير هو الناس ديال الملحون الا كيلاحظوهم الناس كيشوف شوي واحد الشوفه عندهم واحد الكاريزما شوي قصحه، من الجهه هذيك من ذاك الخوف، خوف على هذا التراث هذا اللي يكون فيه عبث ولا مساس ولا هذا، حيت ملي كيجي واحد الشيء جديد كيكون عنده افكار جديده كيتوق للتغيير، ولكن ذاك الراعي الاول كيخاف. بلاش كيخاف؟ كيخاف اللي يكون هذاك الشيء اللي جا به هذاك الخلف بديل. بالعكس احنا ما انا بعدا شخصيا لست ضد التغيير، ولكن يكون كنفضل يكون اضافه على بديل. حتى هذاك طبعا الطبع نتمناوهم حتى هما ندخلوهم يوليو في الريبرتوار، الريبرتوار الملحون يكبر وينتشر، وهذا ضمان الاستمراريه والتداول وهذا الانتشار. وهذا هو بالنسبه للشيخ ديال الملحون، نفتح واحد القوس ديال التعلم ديال الملحون. الشيخ ديال الملحون يكونوا عنده تلاميذ بالطريقه التقليديه، اول حاجه هي احترام، وكنقولوا احنا التسليم كل كيعرفها حق جميع الطرق. الشيخ ديال الملحون كيكون عنده واحد خمسه ولا سته ديال التلاميذ، ولكن كيكون واحد جوج في هاد السته هادو ولا واحد كيتوسم فيه داك، كيشوف فيه داك النبراس ديال النبوغ ديال التوهج، هو كيستمر فيه، كيعرفوا بانه يكون هو اللي غيرش يحمل داك المشعل، كيركز عليه هو. واش كيعلمو؟ كيعلمو الصناعه. ملي كنقولوا الصناعه هي العروض، هي بناء القصيده، هي داك الوزن الميزان وهذا المصحف. اما الموهبه ما تتعلمش، الموهبه مكتسبه كتكون عند الله سبحانه وتعالى. دابا مثلا كليه الاداب راه ما تتخرجش لينا اديب، يقدر ياخذ الدكتوراه في الاداب ولكن ليس باديب، يقدر يخرج من كليه الطب شاعر واديب وقاص وكاتب مسرحي، لان ديك موهبه للطالون ما كيتباع ما كيتشرى ما كيتعطاش ما كيتلقنش، تلقن هي الصناعه. انت كتشد هذيك الموهبه وكتحطها كتحطها واحد الاطار ديالها الصحيح، كتدخلها في الاطار ديالها الصحيح، كتعطي هذاك لو كاباري اللي كي باش يمثل هذاك السيد ديك السكه يمشي فيها، كتخليه هو الموهبه ديك الساعه زين. وهو وبالنسبه لينا حنا الجديد، نهضروا على الجديد، انا كشاعر مثلا انا بان ليا واحد الفكره انني نجيب واحد القياس ما كاينش، ما اشتغل عليه حتى قبل مني، نجيب واحد البحر جديد ولا قياس جديده. شنو كيطلب مني الامر؟ الامر كيطلب ان يكون عندي تصور الحنين لذاك الكلام، لان غنجيب طبع جديد عمرو تهمنا. اذا ما عنديش ذاك التصور الحنين مسبق ما يمكنليش نبدع في هذا المجال هذا. وانا الان ما نخفيش عليكم كاين واحد المحاولات كنشتغل عليها باش نخرج قياسات جديده
ما نبقاش كنشتغل على مساله من القياسات. وشكرا والسماح على الاطاله. والميكرو للاخت ملك. سي توفيق نقدروا نهضروا على المداخله ديالهم. واحد سؤال، فن ملحون هل ممكن ان مثلا الشباب على مستوى التجدد او لا بين التفرد والتجدد، هل يمكن ان نضيف اليه ام نغيره؟ يعني كاين هنا واحد حاله ديال بالنسبه للشباب اللي بغاو يغيروا، واش ممكن يغيروا او ممكن يضيفوا؟ يعني هذا سؤال بين الاسئله اللي ممكن تدخل اطار النقاش. طبعا سي توفيق ابرام حالنا على واحد مجموعه ديال الامور، وقال بان التجديد، مع ان التجديد في الفن الملحون يجب ان يحتفظ بالقوالب، القوالب الاساسيه ديال الفن الملحون اللي هو تراث، اصلا تراث اخذ القالب ديالو الاخير عبر التاريخ، التاريخ ديال المغربي، وعبر واحد المحطه تاريخيه معينه. طبعا ايضا تطرق الى القصيده ومراحل القصيده، قراءتها بين السطور او ما وراء السطور، او قراءات في السطور او ما وراء السطور. وهذه المسائل اللي ممكن ما كيقول هو الموهبه كاينه، ولكن ضروري من البحث والتنقيب، يعني البحث على مستوى فن التراث، يعني دائما نواكب الموهبه بالدراسه او بالبحث. وهذه من المسائل الاساسيه ديال الفن الملحون. وحتى ننتقل الى شق اخر بلغه اخرى، معنا باحثة، طالبة باحثة وهي مهندسة معمارية طبعا، أستاذة مادة العود مادة السولفات، باش ما تقولوش بأن العلم هو عاد قال سي، قال لك في كلية الطب تخرج، يمكن ما يتخرجش طبيب وتخرج عالم شي حاجة في مادة أدبية ولا موسيقية ولا فنية. هي أستاذة في الموسيقى ولكن هي مهندسة معمارية، ودارت بحث ديالها بالفرنسية فيه واحد الشق اللي كيهضر على لاركتيكتور مويان بوتونسييل دو بريزيرفاسيون دو ملحون، يعني هاد البناء ديال هاد لي مويان ديال البناء ديال الملحون، واش ممكن يحافظ لينا على هاد التراث المغربي ديالنا اللي هو تراث الملحون. وغادي نعطيوها لاله سلمى بوفنيشل اللي كنتشرف ان معرفك عن طريق واحد الاستاذ جامعي، وعاد اكتشفنا انا في جامعه محمد القاسم الخامس اكتشفت بان عندنا بحوث مرفوفه ومحطوطه على مستوى رفوف الجامعات وما خرجاش للوجود، واللي كتطرق لواحد مجموعه ديال المواضيع منها فن التراث المغربي اللي هو فن الملحون. وشكرا. شكرا استاذه مليكه، بغيت نشكركم على هاد لوبورتونيتي ديجا اللي عطيتوني دو نقدر ندسكوتي دو هاد السوجي هذا. دو كران ديكون حدايا سي توفيق ابراهيم سي نور الدين شماس اللي كنعرفهم غير اترافيغ الكتوبه ديالهم، ولكن لا القصايد ديال سي توفيق مي عمري ما تلاقيت. غادي نلبس لاكاسكيت ديال الاركيتيكت انحيد ديال الموسيقيه باش نقدر نهضر في هاد السوجي. Donc avant d'entamer le vif du sujet, il est nécessaire de passer à travers un ensemble de points pour essayer de comprendre la relation entre le melhoun et l'architecture. L'architecture qui nous paraît très, très impossible. Donc bien qu'il soit rarement traité, qu'il ait rarement traité des sujets sur l'architecture, en fait le melhoun il s'est toujours intéressé indirectement à cette science, je dirais plus. C'est un art qui ne peut être isolé de l'architecture, et ce pour deux principales raisons. Donc d'abord, c'est un art poétique qui fut habillé en mélodie. Par les passages Abraham, les collines, les marais, les marais. Et donc, on a une chanson. Et cette caractéristique, pour arriver à l'image la plus parfaite de l'Inès, c'est qu'on a besoin de place afin qu'on a besoin de l'Inès. نحاولوا ندوزوا ليماج اللي كيتخيلها لو بويت او بلو بريسي. اي دونك هادشي سا سوليسيتي ان بون انتيغي على ديسكريبسيون اركيتيكتورال مي اوسي اوربان. ديجا هنا قدامي سلوان القلب والروح، اي دونك كنهضروا سلا
كاين بزاف القصايد الدمليج فين كنوصفوا المدينه القديمه ديال فاس اي جون باس زعما. من بعد لو دوزيام بوين هو لو فيت كو كاع لي زار اي دوبوي لانتيكيتي دوبوي لي بروميير تنتاتيف ارتستيك دو لومانيتي ils ont été sujets de convergence entre eux. Et donc, ma quiche théâtre sans architecture, ni poème, ni art de parole, ma quiche photographie sans art plastique, sans architecture également. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'architecture, elle est indispensable à tout art. C'est le support qui donne l'art, c'est l'espace qui contient l'art. Donc après la petite introduction qui est très générale, passera à comment prouver la relation architecture-musique, qui sont deux arts qui éprouvent une relation très étroite, mais qui n'est pas vraiment apparente. Et Hachi, Raja, l'indifférence envers le phénomène, parce que pour l'architecture, il y a une leçon, que ce soit Hadra, Tkarkib, Toabel, Hada, mais le fait que nous vivons Hachi tous les jours, nous ne pouvons pas nous retrouver. D'une autre manière, nous ne pouvons pas entre la musique, la science et la musique, acte artistique. Et donc, la relation elle se manifeste selon quatre niveaux. Donc, l'oul, il est intellectuel, c'est tout ce qui est lexique utilisé, l'architecture et la musique. On parle de rythme, on parle de plan, la musique, on parle de partition. Les phases d'élaboration d'un projet, la musique, on est les étapes de production, la production. Le volet spatial, et donc, l'architecture, c'est l'espace qui contient la musique et elle est toujours au service de la musique pour tout espace de performance musicale. D'ailleurs, l'acoustique, Chihajel, est très importante, les salles de théâtre, les espaces de spectacle. Mais aussi, la musique, elle est importante à l'architecture, pour l'architecture, pardon. L'insan meqdar chibqaf, un espace li mefih tichisot, un silence absolu, plus de 30 minutes, l'homme ne peut supporter avec l'espace fmarra. Ensuite, j'ai le volet temporel, et c'est la temporalité. L'architecture katour abra l'waqt, abra zaman, la musique aussi. La musique, elle est très liée au temps. Il a même qu'une chose qui mise en tibes, ou l'waqt ma briti ad, tu réentames le monsaqa, là, qui est une waqt mise en qui je brak t'kimmel. Et fait le sens, m'brinchir anna. Du moment que l'architecture et la musique sont perçues différemment selon les temporalités, masjid nhar jum'a porte je porte cela, mais en douche nefs la musicalité les sons qui se mettent que nefs le masjid nefs l'architecture porte à khour peut-être ghir jum'a f l'achia ou la jum'a f sbah. Et donc hadchi ta hou ki'atter ala l'espace mais hatta ala l'moussiqa. Ou le dernier aspect, c'est l'aspect spirituel. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que donc plus un volet spirituel, un volet religieux. Et nous avons dit que exactement. Et nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Et donc, l'architecture, la musique, même dit que nous relie à l'aspect spirituel. Donc l'architecture, par ses proportions, sa grandeur et sa symétrie, elle se voulait toujours refléter la divinité et la splendeur. Et la musique, à travers son abstraction, très importante, elle a toujours donc intrigué l'homme et le poussé vers une volonté de prouver son existence. Et donc, من هادشي نبغي ندوز نهضر على واحد العلاقه ما بين الزاويه كاسباس اللي احتضن الملحون كفن. دونك قبيله كنا هضرنا على هضر لينا السي توفيق على الشيخ اي هاد لا نوسيون جو بونس تسميه الشيخ بالملحون تقدر تكون جايه من الشيخ حيت الزاويه كانوا هذا. اي دونك من غير لاسبي سبيريتويل بيان سور اللي حنا عارفينو كيربطهم Donc, de point de vue formel, ce sont deux éléments qui représentent un carrefour de paramètres, rassemblés, tâche à atteindre une finalité mystique.
Dans ce sens, nous pouvons faire référence à la théorie du système de groupe. C'est la théorie qui est derrière l'architecte et musicien compositeur Yannis Zenakis, qui serait la représentation adéquate de ce phénomène de Zawiya et Melhoun. Toute architecture est une superposition d'une structure, une fonction, une esthétique, un usage également. Et donc, agissant sur les trois paramètres de cette matrice, un ensemble d'espaces peuvent naître. De même pour le Melhoun, ce n'est qu'un croisement d'une parole, d'une mélodie et de mélomanes qui aiment et d'artistes. Davantage au système de groupe, qui est le traitement architectural des Zawiya, de point de vue fonctionnel ou esthétique, il est jugé différent d'une confrérie à une autre. Il y a l'interprétation de cet art qui n'est pas la même. ماشي هو الملحون سلاوي ماشي هو الملحون روداني اي جون باس اي دونك دو بوين دو فيو فونكسيونيل il se relie à la zawiya par le fait qu'elle soit l'un des espaces indispensables à sa préservation, sa transmission et sa diffusion. La zawiya a toujours été directement ou non un espace d'apprentissage artistique notamment de l'art melhoun, que ce soit dans sa forme poétique ou musicale. De plus, grâce à leur bibliothèque, elles ont pu participer de très près à la conservation des manuscrits des chefs du Melhoun, principalement ceux sauvés. Et donc ces espaces, grâce aux activités culturelles qu'ils organisent, Moussem, Lila ou autres, ils ont permis et permettent toujours la transmission, la diffusion et le rayonnement de cet art. Et pour dernier point avant de conclure, sur une note plus sensorielle, la Zawiya influence la perception du Melhoun et son interprétation. Et vice-versa. Pendant une cérémonie de Melhoun, elle jouit d'une sonorité assez différente. Et donc, la même chose pour le Melhoun, qui devient très collaboratif dans cet espace. Parce que le Melhoun fait Zawiya, mais le Melhoun fait le Mesrah. Il y a des gens qui font, mais il y a des gens qui font. Et donc, à l'inverse de son interprétation dans des salles de spectacle, puis les pratiques rituelles des adeptes de la Zawiya, où le Melhoun est toujours présent, peut-être sous différentes formes. Mais l'essence est la même. Et donc, de là, nous pouvons parler de deux concepts, l'architecture moderne européenne, on passe à côté de l'architecture musulmane, la temporalité sonore et la musicalité spatiale. C'est en fait l'axe, mais ce sont deux concepts très différents. Mais pour ne pas être longue et nettement, Nalmihondez, peut-être un peu de Zawiya, Zawiya, les lieux de culte, Nal-Luxor, Tafilel, Fom-Luxor, Tmakibda, Intachar. Après les villes, surtout les villes artisanes, mais le développement socio-économique qu'a connu le Maroc une période, et donc Intachar de plus en plus, surtout les artisans. Que tel d'abord, on a oublié que les conservatoires, les centres culturels, les centres d'interprétation des lois artistiques, ministère de la culture. Mais plus qu'il tourne l'espace, plus l'intège ou la kitabat est absent. Et donc, un autre dernier point, peut-être un point essentiel, la culture. Et donc, le fait de séparer le spectateur de l'artiste, le chi. نقص بتات من الاهتمام ديال الناس باسكو ولاو كيجيو باش يتفرجوا اوليو دو كانوا كيجيو كيحسوا براسهم مساهموا واخا غير يصفقوا واخا غير يستعرجا ويديروا واخا غير الميزان دو باز اي دونك جو بونس كيل فودري بونسي ا ريونير انكور اون فوا بتات في لي ميم ستركتور هنا كنشوفوا حنا في اون ليبريري اللي هي دابا اون سال دو كونفيرونس دونك سا نيسيسيت با فورسيمون دو dédifier des espaces que pour le Melhoun, mais donc maintenant on pense à réintégrer le spectateur ou l'usager et une personne active l'acte du Melhoun. Et je vous remercie énormément pour votre attention. Je pense. شكرا اخت سلمى بوفنير بغيتكم تصفقوا عليها اكثر الحقيقه راه دارت مجهود كان المداخله كلها بالفرنسيه ولكن دارت معكم مجهود باش انها تحول هذاك الجانب اللي اشتغلت عليه على مستوى البحث تحولوا بالدارجه باش او باللغه العربيه باش ممكن انا
تنشوف من خلال المداخلة ديال الأخت سلمى أن تحدث على الفضاء أو على المكان، حضور عنصر المكان في الشعر الملحون أو في الملحون كفن، ودائما هناك تقاطع ملي تقول هنا ترانسفيرساليتي كاينة بين الفنون. هضرت على الكونفيرجونس، داك التقارب أو داك التمازج بين الفنون بصفة عامة. لا كتلقى في الشعر الملحون كيهضر على المكان والزمان، وممكن يهضر على تنقش داخل داك المكان اللي فيه المعمار، المعمار اللي كنهضر. يعني كتلقى الشاعر في الملحون داك الخيال انه يعبر على ما يروج في ذلك المكان من خلال المعمار، من خلال ما به من فسيفساء مثلا، ومن خلال ما يشكله في وجدان وفي روح الانسان ايضا. وعاد البنية، يعني تحدثت عن البناء، هناك البناء المعماري والبناء الروحي. هنا البناء المعماري انتم عرفتوه هو المكان في حد ذاته، والبناء الروحي هو الذي يتخيله ذاك الشاعر من خلال ما يحسه في ذلك المكان. وتكلمت ايضا على الزوايا ولما لها من قيمه روحيه ودينيه لدى المغاربه والمسلمين بصفه عامه، حتى المساله اللي هي لها جذور حتى في افريقيا. يعني هذه المساله ديال الزوايا التي كانت تعتبر واحد المتلقين، يعني واحد الملقين العدد من الفنون، عدد من الاشياء الجميله للاخر. انا كنعتبرها بحال مدرسه للتلقين لتراث، لانواع كثيره من التراث المغربي. حتى لا اطيل، المهم هضرت على المكان والزمان والامكنه والعمران والارشيتكتور ديال الملحون بصفه عامه. شكرا سلمى بوفنيشن على هذه المداخله القيمه. غادي ننتقلوا مباشره الاستاذ والباحث في التراث المغربي حتى ننهل من علمه في هذا المجال، وهو معروف في مجال فن التراث بصفه عامه وبصفه خاصه فن الملحون، الاستاذ نور الدين شماس عبر مداخلته. شكرا، تفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكريم. سعيد بتواجدي في هذا اللقاء الشيق، وسعيد كذلك بتواجدي مع نخبة من المثقفين جونا من ربوع المغرب، وعلى رأسهم الأستاذ الجليل اللي شرفنا بالحضور ديالو، وقامة أدبية كبيرة في تاريخ المغرب، الأستاذ الجليل خدم بالمدينة بالخميسات. أولا أتوجه بالشكر للجمعية التي أشرفت على تنظيم هذه التظاهرة وهذا المهرجان الأول لفن الملحون، والشكوري هي مشكورة على هذا المجهود الجبار. وكذلك التنويه، واحد العمل جيد قامت به البارح الافتتاح، اللي هو الاحتفاء والتكريم أحد رواد الموسيقى أو المدرسة الغرناطية بالمغرب، ألا وهو الأطلسي الشامخ، أيقونة التراث الغرناطي الرباطي خاصة والمغربي بصفة عامة، الأستاذ الجليل سيدي أحمد بيرو أطال الله عمره. هي التفاتة تنم على ذوق وعلى تشبث أعضاء هذه الجمعية بتراثهم وموروثهم الثقافي، فهي مشكورة عليها. قبل أن أدخل إلى مداخلتي التي هي بين يدي والتي سوف أتركها، لماذا؟ لأن أثار في سي توفيق المشاغب الأستاذة الجليلة أثاروا بعض المكامن. أولا أنا غنطلق من حيث جاء في العنوان ديال المداخل ديال مندوا كابون، فن الملحون بين التفرد والتجديد. هذا الفن هذا بعد أصلا هو متفرد بطبعه بتفرده، لأن المغرب هو الدولة الوحيدة على الصعيد العالمي الإسلامي العربي عندها هذا النوع من الشعر المقترن أو المقرون بالموسيقى، لأنهما عادلان في رسالة واحدة،
ما يمكنش نفرقوا ما بين الجانب الموسيقي والجانب الشعري، فهما عادلان في قالب واحد، اي الشكل مضمون. هذا التفرد تفرد به المغاربه، وقد ذكر الاستاذ محمد الفاسي ان لم تخني الذاكره في احدى مداخلاته في وقد نشرت في المناهل، قال بانه وصله علم بان هناك في ايران شعر مرفوق بالموسيقى، ولكن رغم بحثنا لم نتوصل الى ان هناك شعر شعبي مرفوق بالموسيقى الا في المغرب. اذا فهذا تفرد بالنسبه للمغاربه. ثانيا هذا التفرد سوف احدده في ثلاث او اربع نقاط. اولا تفرده باستعمال الموسيقى فيه، ثانيا تفرده بان الله لم يقيد له فراهدي حتى يكبح جماح الشعراء في استنباطهم لمجموعه من البحور والعروض. احنا عندنا في الملحوني باش نكونوا مدققين، شاعر الملحون هو حرفي لانه يتعامل مع المصطلحات العربيه تعامله بخلال ادواته الفنيه التي يشتغل بها داخل المحترف ديالو، سواء كان طباخ كان لباق كان حرار كان قصيري، لانه يتعامل. فهما سموا البحر بالمرمى وسموا العروض بالقياس، انطلاقا من كل طرازه عندها مرمى معينه او حصار عنده مرمى معينه، وكل مرمى عندها قياسات معينه. اذا منين نقولوا المرمى عرفوا بانها البحر، ومنين نقولوا القياس عرفوا بانه العروض. قلت من حسن حظ المحون انه لم يقيد له الله فراهدي، فكل من اتى وكانت له قريحه وبان له ابداع وتمكن ومعرفه بالمحون الا واستنبط واضاف بحرا اللي هي مرمى او عروض. حتى وصلتنا القصيده الملحونه في خمسه انواع، المبيت بانواعه الاربعه، متني ثلاثي رباعي خماسي، وغير في هذا النوع هذا عندنا 153 عروض مكسور الجناح. وهذا تفرد به المغاربه عن باقي الامم، اي اننا كنا سباقين قبل الثوره التي احدثتها او احدثها في منتصف القرن الماضي سياب ومي، هذيك الثوره على الشعر العربي العمودي باحداثهم للشعر الحر. اخر الدوله السعديه احس رجل الملحون بان القصيده المقفات العموديه رغم تنوعها ورغم حدود 153 قياس، الا ان احس بانه حريته مكبوحه، فاستنبط مرمى جديدة اصطلحوا عليها بمكسور جناح، وهي شبيهة بما يعرف بالشعر الحر حاليا. هذا إن دل على شيء فيدل على تمكن المغاربة من حفل القول. هذه المرمى هذه لها واحد مجموعة ديال القياسات. النقطة الثالثة هي أنهم اخذوا المقامة في الأدب العربي وجعلوا منها مرمى خاصة أطلقوا عليها السوسي، وأحدثوا لها غرض خاص فيها، لأن من تسمع السوسي تنعرفوا بأنه القصائد التي نظمت فيه هي قصائد الترجمة، والترجمة هنا ماشي هي الترجمة نقل النص من لغة إلى لغة، لا، وإنما هي الفرجة، قصائد فرجوية. وأغلب القصائد المنظومة في هذه المرمى هذه هي قصائد الحراز، والحراز معروفة في المغرب بالفرجة، وهي لفظة الفرجة ما يمكنش نحبسوها غير بالحراز، لأن جميع قصائد الملحون هي فرجة، حتى القصائد العشاقية. فلما نقراو الخلخال خبرني يا منسول عن سراج عياني وش من نهار نكثر فوصالو، لا الخلخال اسمحوا لي، الخلخال عويش درت لبها في مكتوبية ولي فدرتو ومشالي، كيف المعمول إلا تسني مولاد الخلخال، هي بحد ذاتها فرجة، لأن من خلالها تنعرفوا المدينة ديال فاس، من خلالها تنعرفوا أزقة مدينة فاس، من خلالها تنعرفوا اللباس ديال المدينة. فجميع النصوص الملحونية هي فرجة. النقطة الأخيرة في هذا التفرد وهي نقطة مهمة، وهو الجانب الموسيقي.
الجانب الموسيقي الله يرحم سيدي عبد القادر الراشدي وسيدي احمد البيضاوي، وانا ابحث وكنت دائما الح على كيفاش التزاوج ما بين الموسيقى وما بين المتن الشعري وما بين شنو بيناتهم، فكان جوابهم مقنعا. قالوا لي بان الموسيقى بشعر الملحون هي السهل الممتنع، ما متخولاش لاي واحد باش يجي، ما عدا الا كان يقول دائما المشاغب الكبير. حيت الى بغينا نعرفوا الملحون ونعرفوا موسيقته خصنا نجلسوا مع مواليه ونتشبعوا منهم باش عاد يمكن نعرفوا الموسيقى ديال الملحون. نحن الان في مرحله سابقه ننوض نكتبوا النوطه ديال الملحون، ولكن لقينا فيها اشكال كبير، غياب الممارس الحقيقي للملحون، لان الموت سقطنا واحد المجموعه ديال الخزانات. انت تقولوا خزانه لان انا اعتبر المنشد خزانه، الخزان خزانه، الذاكره الشفويه خزانه، ولما تموت تلك الخزانه ولم نوثقها فهي اتلاف تلك الخزانه. العازف حاليا نحن نمر بمرحلة عصيبة، لأن العازف المتمكن في الملحون غاب، وبعض الأساتذة على رأسهم السي عبد الله عصامي الملحن الكبير طلبنا منه باش ينوط، وطلبنا من قبل من السي محمد الشراف، فكان النقطة الأساسية هو أن تقول لك جيب لي عازف طبعاً نقي اللي غادي يعطيني المقام ويعطيني ديك الزخارف اللي غادي نوضو باش ما يتلفش لنا الملحون. هناك تنويطات، هناك محاولات، ولكن ملي تنسمعوها حنا كممارسين تتقول اياه كاينه واحد شويه ديال مقصد فاطمه او لا، ولكن كجوهر مضبوط ما كاينش. اذا هذا الجانب الموسيقي هو جانب مهم وجانب خصنا نحافظوا عليه، وخاص هذا الراعي، لان الحمد لله الان دائما تطرح علينا التساؤل ديال واش الملحون ما خايفين شي عليه، تنقول لهم ما عمرنا ما نخافوا على الملحون. علاش؟ لانه هو انتاج الشعب للشعب، وما عمر الانتاج ديال الشعب للشعب ما غادي يمكن له يكون فيه ضياع. حقيقه تجي فترات ركود، تجي فترات حنا في الملحون حنا باقي نرجعوا شيء بشيء يذكر، حتى ان هذيك الفترات ديال الازدهار اصطلحوا عليها رجال الملحون بالصبا. حنا تنعرفوا الصبا، صبا ديال الفلاحة، صبا ديال الخير، صلحوا عليها بالصبا. فهناك صبا ثاني في الملحون، الصبا الأولى تكلمت عليها في الكتاب ديالي هذا. الصبا الأولى كانت بدات مع سيدي محمد بن عبد الله حوالي 1170 هجرية، وامتدت حتى سيدي محمد بن عبد الرحمن، بدات عاوتاني من الحسن الأول حتى الوقت الناس هذا. هاد الخوف ما عندناش في الملحون لان كاين، والحمد لله حتى اللغه التي ينطقيها الملحون هي لغه مغربيه سليمه بشهاده، لان لغتنا العاميه بشهاده المشارقه يقولوا بانها هي اقرب اللهجات الى العربيه الفصيحه، ما فيهاش الدخيل. وما ادراكم بلغه الملحون اللي تقول عليها سي محمد الفاسي هي لغه ارقى من اللغه المثقف، لا ما فيهاش دخيل، فيها حاولوا ياخذوا منها، هي عربيه غير سكنوا لها الاواخر والاوائل وحافظوا عليها، بل اضافوا اليها. مثلا احنا عندنا في الملحون دائما تنسمعوا لفظه العانس، وهذا غير شيء وبشيء يذكر. العانس هي مصطلح في اللغه العربيه وجاء في جميع القواميس ديال اللغه العربيه. العانس هي الفتاه البكر التي فاتها الفتره ديال الزواج، ما يسمى في العاميه المغربيه بايرة، في حين ان رجل الملحون او شاعر الملحون وطفها بالصفتين، الصفه اللي جات في اللغه العربيه وجات قليله، جات عند شاعر واحد اللي هو حسن يعقوبي في الزمنيه والعصريه، وتيخاطبها تيقول لها يا العانس المهجور. اما باقي النصوص ديال الملحون فمصطلح العانس أطلق على الفتاة الجميلة الرائعة الخلابة الفاتنة. هنا اللغة تبقى الرافد الثالث
أو رائد مهم التي هو رائد اللغة. هذه اللغة هذه هي أرقى من اللغة التي يتكلم بها المتقن. باش ما نطولوش، هذا الشق الأول. الشق الثاني اللي هو التجديد. القصيدة الملحونة بدأت نوبلولانية توازي أو تحاكي في بدايتها الأولى 830 هجرية، تحاكي القصيدة العمودية الفصيحة، لأن هذا تركب من صدر وعجوز. وهنا كذلك رجل الملحون ما بقاش يحافظ على المصطلح ديال الصدر والعجوز، وإنما سمى بمسمياته الحرفية، فسمى الفراش، فسمى الصدر فراش، العجوز غضا، انطلاقا من إلا كان خراز تسمى الفراش والغضا، كيف ما سمى البحر بالمرمى والعروض بالقياس، الشغل اللي قدامه. إذن بدأت القصيدة فراش وغطا، منها انطلقنا، وهذا العروض هذا وهذا البحر هذا قد أحصى فيه يزدي محمد الفاسي ما يفوق على 153 عروض، أي 153 قياس متنوع. النوع الثاني القصيدة الملحونة اللي هو مكسور الجناح. مكسور الجناح هو أجمل ما كتبه المغاربة أو الشاعر الشعبي المغربي، وقد تحرر من نظام القصيدة العمودية رغم تنوعها، لأن عندنا في المبيت المتني عندنا ما يفوق على 59 قياس، أي عروض، ثلاثي كذلك، الرباعي كذلك، حتى وصلنا ل 153 عروض. مكسور جناح القصيدة، هناك من أطلق عليها القصيدة المعاصرة، أي الشعر الحر، قلنا اليوم لا، هي مكسور الجناح، عندها نظام خاص بها الداخل، عندها وحدة عروضية قائمة الذات، غير هو تحرر من نظام القافية العمودية، وأضاف إليه قيدا جديدا، وهو أنه التزم بقوافل متعددة داخل القصيدة، وهي رائعة جدا، وقد أحصيت فيها أنا شخصيا، أحصى فيها بعد أستاذي سيدي محمد الفاسي ما يفوق على 34 قياس، ولكن من خلال بحثي وتنقيبي وصلنا ل 79 قياس، أي 79 مرمى داخل مكسور الجناح. وهناك النوع الثالث واللي هو شعر الفرجة وشعر الجمال السوسي، وقد نظمت فيه قصائد الحراز، قصائد المطولة. وهناك نوع جمع بين مكسور الجناح والمبيت بأنواعه والسوسي، وهي السرابة، وهي الأغنية، أو كما يسميها الحاج متسوهم شيخي لا شونسونيت، الأغنية المعاصرة، الأغنية الخفيفة داخل الملحون. وفي هذا الباب فقد أحصينا ما يفوق على 34 قياس في السرابة. إذن نحن أمام فن مازال ما خداش حقه الكامل حقيقة. هناك رواد على رأسهم سيدي محمد الفاسي رحمه الله في المعلمة، هناك الدكتور عباس الجراري في القصيدة، وهناك الحاج أحمد سهوم في الملحون المغربي، وهناك مجموعة من الأطروحات التي تحولت إلى كتب حاليا. نتمنى صراحة من كل قلبي، نتمنى لهذا الفن هذا باش يعرف النهضة اللي كان عارفها، وماشي بعيد، لأن تنشوفوا دابا هناك اهتمام جامعي، هناك التفاتة مولوية سامية بجعل، وهذه الالتفاتة المولوية بدأت من عهد الحسن الثاني، وقد أخذها باعتبار صاحب الجلالة سيدي محمد نصره الله بإحداث قسم داخل أكاديمية المملكة تهتم إصدار دواوين شعراء الملحون، والاهتمام بإنتاجاتهم الشعرية حتى لا تضيع. والبشرة الأخيرة التي أريد أن أزفها لكم هي أن تراثنا المغربي الملحون قد دخل اليونسكو، وقد أدرج كتراث عالمي مغربي، رغم بعض المناورات من جيراننا سمعهم الله، سمعهم الله،
إذا حتى لا أطيل عليكم أتمنى أن أكون قد لم أحيط بالموضوع بكامله، ولكن هناك ما لا يؤخذ كله لا يترك كله، وشكرا. شكرا الأستاذ والباحث في فن التراث المغربي وفي فن الملحون بالخصوص نور الدين شماس على مداخلته القيمة والتي تطرق لها أن فن الملحون هو في الأصل هو فن متفرد بطبعه شكلاً ومضموناً، وأرفق ذلك قال بأن شعر الملحون أو شاعر الملحون كإنسان هو انطلق من الشعب إلى الشعب وهو ممارس مهني وحرفي في الأصل طبعاً، وانطلق هو تعريف بفن الملحون من حيث البحر والعروض، وأكد على أن البحر هو المرمى والعروض هو القياس، وأيضاً تطرق إلى أن قصائد الملحون أو شعر الملحون هو أيضاً شعر يمثل نوعاً من الفرجة في جانبه الشعري في جانبه الفني الموسيقي أيضاً. وأيضاً كباحث وكباحث في مجال الملحون هناك نوع من التخوف على أن هناك غياب نوعاً ما، أو ممكن أن نقول ندرة ضعف في الممارس على مستوى فن تراث الملحون، لا على مستوى العزف ولا على مستوى الإنشاد أيضاً. عندنا هذا المسألة ونتمنى طبعاً أنه هذا من خلال التوثيق بعد أولاً، ومن خلال التشجيع على البادرة ديال المهرجان انطلاقا. أنا سنوات وأنا أحاول أن هذه الفكرة ديال الملحون أنني ربما نوصي توفيق يمكن عملنا واحد ستة ديال الحفلات ولا أكثر ديال فن الملحون، كاين اللي فيها لي بريفيو كاين اللي فيها لي العام على مستوى المقاهي الأدبية، وحاولت أنني نحط فن الملحون من خلال العازفين والمنشدين أمام الجمهور أمام المتلقي، ومن خلال هذه المسألة هذه حاولنا هذا العام أنه يكون عندنا مهرجان قائم بذاته، ماشي غير هذا المهرجان عنده مستقبليات، على أساس أنه أنا هم من همومي الشخصية صراحة العبارة أنه يكون هناك مجال للتلقين أو مدارس للتلقين كما الأستاذة تدرس في الدار البيضاء، مدارس للتلقين بشكل رسمي لمدى المعاهد الموسيقية ممكن تدرس فيها بعض أنواع الموسيقى، ولكن فن الملحون هو نوعا ما مغيب أو ضعيف جدا على مستوى المعاهد الموسيقية، بالإضافة أن المعاهد الموسيقية ليست كثيرة. يعني نتمنى أنه هذا مستقبليات ديالي أنا شخصيا كمشروع أنه يكون عندنا مدرسة ديال الملحون، يكون في أساتذة الملحون في العزف والإنشاد، لماذا؟ هذه دعوة الأساتذة، ونرفق ذلك بالتوثيق، التوثيق على مستوى العلم والبحث والدخول والبحث والتمحيص على مستوى الجامعات، هذه دعوة أيضا للجامعات ومسيري الجامعات والكليات على أنهم يكون بحوث على مستوى هذا الفن ديال التراث الذي لم يأخذ حقه كما قال الأستاذ نور الدين شماس، وأيضا تطرق إلى اللغة والولادة المعجمية وأنها رافد لغوي يجمع بين اللغة الأم ربما واللغة العربية الفصيحة، وأيضا هو حيت علاش الملحون حيت هو خدم مجموعة ديال الحضارات، داكشي علاش هو رافد مهم. وشكرا جزيلا على مداخلتكم الأساتذة، اسمحوا لنا إلا طولت أنا ولكن هذا من باب الغيرة على الملحون، ما نتكلموش من باب الغيرة على الملحون وعلى شيء الملحون وعلى مستقبل الملحون في بلدينا. شكرا جزيلا، وكنتمنى أنه نكونوا فينا واحد جزء بسيط، مشكورين مكتبة الألفية أنها أخذت العاتقة أنها تكون معنا كشريك على مستوى المهرجان، تكون معنا كشريك على مستوى التوثيق إن شاء الله مستقبل لمن نتعاونوا مع مكتبة الألفية. أستاذة عائشة الصغير حاضرة معنا بقلبها وبكل الإخوة والأخوات العاملين المكتبة والمسؤولين أنهم على مستوى النشر والكتاب وكذا والتوثيق هم حاضرون في عدد من المجالس، لما لا في شعر الملحون أيضا يكون حاضرا هنا على مستوى التوثيق. ننتقل عن الشق. الله يحفظك يا أستاذة، شكرا جزيلا. شكرا.
انا بحال قبل ما ننتقلوا لشق اخر، انا بغيت نطلب من توفيق ابرام قبل ما نمشي لسلوان قلب الروح انه يغني لنا شي شويه من ملحن. هو هذا الفضاء هذا للاسف انا بغيت نغني كما قال الاستاذ، راه الملحون راه موسيقى وملحن، لان اللغه، باش كيتكلم بها هي لغتنا اللغه النبريه، فراشتو كلامك فيها رنين. فيها رنين ملي كتسمع ذاك، حيت هي موزونه، وايقاعيه. ملي كنقراها انا راه الاخوان الموسيقيين راه هما عندهم اللحن في ودنيهم بلا ما نغنيها. غادي ندير لكم واحد القراءه لبعض القصائد ديالي، يا اما من الديوان او من الديوان المقبل اللي غيشرف عليه كذلك الاستاذ ديالنا هو هنايا، واللي كان مواكب هذه التجربه ديالي، واللي من الناس اللي شجعوني انني نخرج هذا الشيء. انا كنت واحد نوعا ما خجول وكان كنكتب به لراسي، لكن قال لي هذا اللي خرج داك الشيء. يعني هذا ملي شجعني هذاك بحال جاني بحال باش نقول لك واحد الاعتراف ضمني بان داك الشيء اللي كنكتبو راه عنده واحد الشبيه ديال القمه هذا، وكانت انطلاقه. وكذلك هذا البحث ديالو هذا اللي ديال نور الدين شماس، لان باش نحطكم انا في الصوره، كتابه الشعر كتجيني سهل من هذا العمل هذا، لانك كتكون كتكتب داك الاراسات ديالك، داك الشيء ديالك اللي كتخرجو، هذا الشيء هذا باش تجمعو ماشي ساهل. امام شح المعلومات والناس توفاو والمراجع ما كايناش، واللي عنده شي حاجه راه حرم عليها ما تيبغيش يطلقها. كاين بعض القصائد اللي كلاها كلاتها الاراده ولا البق كما تنقول لك، كلاها وندثرات، حيت كانت في كنانيش ما مهتمينش بها، كانوا غير في اوراق ندثروا. ضاع الكثير من القصائد، وهذا المجهود هذا راه ماشي ديال الوليد اليوم، راه سنين والسيد مشتغل عليه. وهنا كان عندي الشرف اني كنت كنواكب هذاك التعب ديالو، داك الارهاق اللي كان كيعيشو، كان ديما كيتهبط واحد الملف، وانا فرحت ملي داك الملف ولا كيتاب بهذا الغلاف الجميل اللي هو فيه باب مريصه ديال مدينه سلا، وعرفان الشيوخ ديالنا. الشيوخ نقراو لكم شي قصيده بسم الله. إلا قبل عليا أستاذي من باب الفراجة، غنقرا لكم شي حاجة ديال الفراجة فرجاوية. هذه أنا نقول لكم أسباب النزول، راه عرفها أستاذي. اتصل بيا واحد النهار قال لي راه بغيت شي قصيدة على الحمام، وتيضحك قال لي بالليل، وأنا كنسوان غنستحضر شي حاجة في الحمام. أنا شخصية عشتها، ويجيني واحد الناس اللي ساكنين في سلا كيعرفوا حمام راه الشجره، راه كيضحك العبريدي راه والله. هذاك راه الشجره عنده واحد القصه، كانت كيقولوا شي واحد الفتاه كانت عروسه، مشات تديو العروسه للحمام كيديو النساء، كيقولوا بان كتقول هذاك الروايه الشعبيه احنا ما حضرناش فيها، كيقصرطها هذاك الارض ديال الحمام بقى غير الشعر ديالها الفوق. حنا تلمو كنا كنتوجسو من داك الحمام، ما كندوزوش من ديك الزنقه، كنضربو راسو ويلا من دراسة الصور ونقلب على الصرصور وندوز لباب شعفال المدينة للحومتي. علاش داك الحمام كنا كنخافو نغسلو فيه؟ وكتعرفو الحماحة ملي تيكونو خاويين سيرتو في الصباح تيبان تيحضر شماروس وتيحضر هادوك الجنون المرافقين ديالهم كامل. المهم سميتها ست الجنية والحمام. الحربة ديالها إلا لازمة، قلت نكمل العظام في الصبح مع السروية، وجمعت الماعون بالعجل وقصت الحمام داير في يدي الصلاة. المعلم بوس الهام قابلني بالتحية، رديت صوابو بلا زيادة ورفعت الهام، ودخلت على عجلة تبختر كيف همام بحيالة سلوانية. لا غاشي صبتو ولا ونيسي فرق الكلام، إيه ولا هي حصلة وحدي والوقت ظلام، طرافي جمدوا ليا وقريت الكرسي وزدت قولو حياب تمام عسى قلبي يسلى. بانوا لي شي اقزام بالزربه ضروبيه، بطفار طويله وماضيه وفراقش الغنام، قالوا لي اهلا يا سيدي عبد السلام
سمينا داو عليا ما تنفع فينا قرايتك ما يجدي تعزام عاد بدات الحفله يا سعدك يا مسعود بانت فيك العلامه انت هو الموعود فيك الوشمه والشامه بغاوك ناس الجود ناس الخير والكرامه حاكمنا بوصمصام رادي يزوج البنيه واختارك ليها شريك والعرس في 7 ايام والثمن الدخله بين اللي قضى ومنام قبل الشروق الذهبيه نلقاوك موجود للعقد بسليل الكرام زين لا سمع عقله سميتها عقله هاد الجنيه باش ما نسميهاش سعيده ولادها تموت ليا شي سعيده طيعوا قبل القدام للمسراره البهيه وتأدب ويدات امرك جاوبها بنعام ولا تاكل قتله هزوني شي خدام بالخفاطه روبيه ودخلت القبار لقيت الجن مشمر الكمام فطولك من النخله واش انت عبد السلام بن مسعود في الكنيه انا بن متعوس قلت له ومعوج ليام واللي ضربوا الخله باروا فيا الحيال والحكمه والاراده هذه فقط الخيال وحكايه خرقت عاده صافي غادي نهبال يا من عنده الافاده خلاني في التخمام وطلب الشوار عليا ورجع لي من بعد قال له سيدو بوصمصام هات عريس الغفله زيدني للقدام والخلعه دبت فيا بايعت وحيت باش امر دين الاسلام جاوبني بالمثله رجعت كمل التمتام لا جمله ركبت ليا بالرهبه وبديت كنسرسر من غير الجام واللهجه مرتجله بنتي زينة الريام جاوبني ونهض فيا ما يوزنها مال كسرى ولا ذهب الشام هي في السوم غلا انت راجل معدام عايش في الميزيرية وانا بنتي باغياك ليها فارس الاحلام تعجبها في الرجلة اسمع قول الشطار في الحكماية ما قالوا اللي يغسل في الدار حتى شي ما يجرالو ما يشقى ما يحتار والمعيشة تزهالو قلت السيد الكرام قدر هذه الوضعية ما نايا إلا حقير غشمي فاس بجدام ما تسوى شي بصلة وانت عالي المقام بنتك بزاف عليا لازمها عفريت أو مارد قاري الحكام وأنا ما نستعلى رجعني للحمام يا سيدي واسمح ليا أنا يا بالله والشرع من ضربة الوهام والوسواس والبلا جدي هو آدم ما كيف نقرب جنية وانا انسيه مشي باني مده وعوام وتلفت على القبله قام وجرد الحسام وامر الجنود عليا شدوني صحه وكتفولي يدي بحزام يا من فك الوحله ناري هاد العديان ما رطبهم نواحي قالوا ظهري ليان ونشوف نجوم صباحي الدقه بالميزان المجرد والقباحي باقي الله يعطيك الصحه خنزر فيا بنيام ولطمني بالعسريه وبدا في العطان والقريه صغر في القدام وختمها بالركله خرجوا لي بالعرام جيش الانكشاريه شي رافد حربه وشي قطيب يهرس العظام داروا فيا خبله حتى شفت المدام صرخوا تفيق فيا بسملت وقبلت راسها قالت عبد السلام عملتي شي زبله يا مسكنا في خصام واليوم تودد ليا قلت لها ما صار لي في حلمي خير وسلام من البدو للقفله قالت لي يا سلام هذه حكمه ومزيه عاملني بالخير والمده ورحم ترحم والمعيشه تحلى رديت نعم نعم يا مولاتي فوزيه امرني ونطيع ليك انا يا ليك غلام يا ام العين الشهله سلامي للحضار ليهم الف تحيه حكاية باختصار كانت فرجة هزلية لا دم ولا تخسار لا شحط ولا قدحية نختم قولي بسلام يا من هو يسغالية سيادي ومشايخي وكل موالع بسند نسام والرجاح بجملة خود تراجم كلام وقصيدة فكاهية وبيات خفيفة مفصلة موزونة بقصام وقوى في محتفلة واسمي واضح إعلان باين من غير خفية توفيق المولى موفق وسجاي ونظام سالو سقسي بسلا ربي خارق لنام لي سخفاتو خفية يدري ما يعلان في المسائل وما يكتام سيدي جل وعلا شكرا.
لقات اكثر من هكا على سيدنا خويا يلا سيد الله. لا لا ما طاب والو بالعكس، انا هذا من بعد تشجيع لهذا الفن اللي هو فن ديوان المغاربه طبعا، وهذا من التراث الاصيل ديال المغاربه طبعا طبعا. غير بغيت نشير لان توفيق ابرام لديه ديوان هو اللي هو سلوان القلب والروح، تقديمه ديال الاستاذ طبعا نور الدين شماس، يمكن فيه شي 20 قصيده اظن اعتقد، وصدر سنه 2015، وهو في اطار انه يصدر له هذه الايام ديوان اخر بعنوان الواعج القريحه، ديوان جديد قادم باذن الله، ننتظر توقيعا له ان شاء الله. غير من باب ذكر انه من خلال هذه القصيده وتنهضروا على الفراجه، تنهضروا على الطرح الرمزي والايحائي في القصيده ديال الملحون. دائما في قصيده الملحون الطرح الرمزي والايحائي زائد التخيل او الخيال ديال ذاك الشاعر او ذاك من خلال الامكنه او الامكنه التي يزورها او التي يتواجد فيها. يعني هذه المسائل هذه دائما هناك طقوس خاصه بشعر الملحون، وفي حد ذاته واحد توليفة موسيقية في الأصل، يعني شعر فيه توليفة موسيقية في مكنونية، الشعر في مكنونية، هذا هو علاش يدخل إلى القلب سريعا ونتذوقه كمتلقين. من باب أنه السي نور الدين قدم هذا الديوان، غادي نعطيه الميكرو باش يعطينا تقديمة ديال هذا الديوان سلوان القلب والروح. مرة أخرى السلام عليكم. قبل ما نقدم لكم الديوان ديال سي توفيق، توفيق هو من القلائل، ما نقولوش من القلائل جدا باش ما يسحبش البيت انه راه بوحده كاين، ولكن المهم من القلائل، وحتى القلائل راه فيها يا اما للتحقير او لل قلت توفيق الجميل فيه هو تشبته بتمغربي ديالو، تشبته بتراثه، تشبته بأصوله المغربية الأمازيغية، ما نقولوش عليها الموريسكية لأنها عنده نسبة فيها، لأنه استوطن مدينة سلا، هو من أبناء مدينة سلا، وهذا قاسم مشترك بيناتنا، لأننا رضعنا من تدي ديال المدينة المجاهدة كما كان يسميها الحاج حمد معنين رحمه الله. قبل ما ندير القراءة في الديوان ديالو، نحب نقدم لكم كيف ما قدم الحاج حمد سهوم كل مغربي مغربي يفتخر بانتمائه لهذه البلاد، كيعشق مغربته وتراثها وحضارتها وما يتسلق سلوم، هو واحد من العامة وكثرة العامة في قومي حكامة، النخوة والنبل والدرافة والرافة والملاطفة والطبع المحكوم بالرياحية الناجمة عن تمام الشهامة، تنظم شوية بالغ يا أو بيت في خلاف. إذا رجعوا سالينا هنا. إذا رجعوا للديوان ديال سلوان القلب والروح اللي كان لي الشرف باش ندير له تقديم. خرج دابا الرسميات. نحن اليوم في رحاب جمعية أهلة المغربية للإنشاد وإحياء التراث، وبين كل هذه الوجوه العزيزة لا نفعل سوى أن نقاوم من أجل الانتصار لقيم الجمال في مواجهة قيم القبح والتعتيم والالتباس. نحن سعداء فعلا بتجربة الشيخ المبدع توفيق أبرم بإنسانيته بإبداعاته وإلحائه على المقاومة بواسطة الكلمة والمرمى والقياس، والتواجد في رحاب هذه المكتبة العتيدة اليوم للاحتفاء بتوقيع ديوانه سلوان القلب والروح
له أكثر من دلالة وإشارة. كل هذا يعكسه هذا الحضور البهي المتكون من كل هذه الحساسيات، والتي هي في قبضة تلوينات قصائد مبدع، قصائد مبدع أنيق خالق خلقا وخلقا وإبداعا الجميل توفيق أبرام. لا يعني، قلت هذا الحضور لا يعني سوى حقيقة واحدة، هي المكانة الجوهرية لفن الملحوم في المنظومة الجمالية بشكل عام من أجل الارتقاء بالذوق الجمالي والإنساني. جوهر شهادتي في حق صديقي ورفيقي في الولعة والتوله بكل ما هو جميل وراق ونبيل يختزلها عنوانها الذي صيغته كما يلي: الشيخ الزجال الشاعر أو وروار سلا المفتون في شباك عشق الملحوم. توفيق أبرم هو صديق الدرب، خل التربيعة، والتربيعة في المصطلح الدارجي المغربي هي تربيعة الصناع التقليديين، تقولوا التربيعة ديال البلايغيات، التربيعة ديال الدرازات، الحنطة، وما يعرف بالحنطة. توفيق هو صديق الدرب، خل التربيعة، ونيس السوق الكبير، قوت بعد سلام الفيلالي، الجامعة الشعبية قبل أن يصطلحوا على هذه، قبل أن يصطلحوا بهذا المصطلح على بعض المنشآت الثقافية، رفيق مقهى الحجامين، شليح وقته، وشليح هو شاعر حجام شبيه بالحطيئة، عندنا في الملحون هو كان سلاوي، ومن لا يعرف الشليح عليه بقراءة شيوخ سلا، وهذا أي نوع من الإشهار الكتاب ديالي. سيدي توفيق تيقول في واحد القصيدة ديالو فاطمة: اسمي يذكار يا سيني توفيق بالبخر، مهب مرمى ولا بحر راوي على الحبار، سلواني والرفعة ملازمة. وفعلا سلواني إلى النخال. توفيق أبرام جزء من تاريخ الملحون السلاوي المعاصر، يمثل محطة بادخة من محطات شعر الملحون على مستويات متعددة في وقتنا الحاضر، صحبة تلة من أترابه الشعراء المولعين بفن الملحون سلطان الفنون بمدينة سلا العاشقة. على حد قوله: ليس يسلى قلبي ولا نكون في سلوان، ما بغيتش ديك أمان وحولتها لسلوان. ليس يسلى قلبي ولا نكون في سلوان، غير في سلا ما بين الصور والسواني، ويحسر على سلا وعلى سوانيها، كما يقول الحاج أحمد سيهم في رفعته نفيسة: جوج الخليع بالمقيلة يا البيب، وعرسوا في القرينة خارج صور المدينة، عرضونا ولبينا. لا أقل القصيدة، القرينة هي آخر عرسة كانت في مدينة سلا قبل الخرجة ديال الصور البوغنادي. هذه هي سلا اللي عشنا فيها آخر مراحل هذه الحقبة معهم، ولن ننساها أبدا. هو مثقف عضوي، شاعر، زجال، وشيخ منشئ، وهو فاعل جمعوي في تنشيط الحياة الثقافية المغربية محليا وجهويا ووطنيا في قضايا تراث ثقافتنا الشعبية، وله حضور وازن في العديد من الملتقيات الوطنية لفن الملحون، وكذا في الساحة الإعلامية عبر العديد من البرامج التلفزية والإذاعية، كما ساهم في إطراء مكتبة الملحون بديوانه الذي نحتفل بتوقيعه اليوم، علما بأنه قطب وازن في مجموعة من اللجان الجمعوية الوطنية للمجتمع المدني في مجال الثقافة الشعبية عموما وثقافة الملحون على وجه الخصوص. شارك في إنتاج مجموعة من البرامج، والمجال لا يتأتى لذكرها كلها، اللهم إلا إذا كان، وهذا لا يتأتى للجميع إلا إذا كان على وزن توفيق أبرام. هذا الجميل استطاع بقدرة قادر أن يجمع بين مهنة يصعب أن تجد فيها أديب، وهي سلك الأمن، فهو جمع بين وظيفته كضابط في الأمن الوطني وبين الولاعة بفن الملحون،
وهذا الباب هذا له مجموعة من الطرائف، لو لبدينا نحكيها هي أكثر من طرائف جوحة في هذا الباب، لأن الرجل ولعته بالملحون تتنسيه في العمل دياله وتتنسيه في الزي اللي تكون فيه وتنسى راسه، ربما يبقى سروال ديال الأمن ولكن فوق منه جاكيطة وتغني. قلنا وما الفائدة من الإبداع، لا سيما إبداع الملحون، إن لم يوقد به الإنسان سجاياه الفطرية وأحلامه المعلقة ويحرر فيه رغبة الانتصار إلى كل ما هو راق وجميل. ولا تسألوني لماذا نحن شيخنا ولا زال فتى في ريعان شبابه شامخا كباب المريصة، وكيف يشيخ توفيق أبرام وفي نسغه ونسغ حي الحيين، حي الحيين ما بين القوسين هو ساحة مولي الملحون، وقد أشار إليها الحاج أحمد سهوم رائعة من روائع ديالو حي الحيين ولندرت في هاد فرادي حي، ويقصد به مقهى بعد سلام الفلالي في السوق الكبير، وهذا المقهى كانت ما تتفوتش جوج متر على متر ونص في العرض، وكانت تجمع جميع مثقفي العاصمة آنذاك، رغم ضيقها إلا أنها تتسع حتى لرواد يأتون من خارج مدينة سلا، أي من جميع ربوع المغرب. قلت لا تسألوني، فهو قد هو من نسغ حي الحيين يقيم المد والامتداد والتاريخ والملحون. نخلص إلى ديوانه الذي بين أيدينا اللي هو سلوان القلب والروح، هو إبداع، ونتساءل هنا ما قيمة الإبداع والشعر خصوصا إن لم يكن قبضا على المستحيل وجعله يتساكن مع الممكن والارتقاء بالممكن من أجل جعله مسكونا بالحلم المستحيل، خصوصا والخيط الفاصل بين الممكن والمستحيل رفيع جدا ورقيق، أرفع من خيط الضوء وأرق من شعرة معاوية، سواء في وجود اللغة اللسان أو في الحياة الإنسان الوجدان، إنه قبض على المنفلت الهارب عنا وفي غفلة منا، هي تلكم مهارة الشعر من هوميروس وما قبله إلى درويش وما بعده إلى توفيق أبرم وما معه شعراء المعمون. إن المتتبع للمسيرة الشعرية الحالمة لهذا الشاعر سيجد صوتا من الأصوات الشعرية المتميزة بنكهتها الإبداعية وبنوع انسيابه اللغوي والتخييلي، ولكن الذي شدني إلى تجربته الشعرية أكثر هو ذاك العنفوان الشعري المتوله الحالم بالقبض على ما هو هلالي أو ما يصعب القبض عليه. أما في هذا الديوان الذي نقدمه للقراء اليوم، فقد أبى شاعرنا إلا أن يقبض فيه على الأزرق المهيب المسمى بحرا بالرقص على بابه من خلال عشقه لمدينته أو لمسقط رأسه، وفي الآن نفسه على مشارف نهر أبي رقراء المهيب، والذي توسد تاريخه وأحلام البحر والنهر معا، وهما يحاكيان في عناق أبدي حكاية ذاك المد والجزر بين العديد من الحضارات القديمة، ومن بينها على الأخص الحضارة المغربية الأندلسية وحضارات أوروبا المتوسطية. تضم هذه الأضمومة الشعرية الصادرة عن ديوان عن دار أبي رقراق للطباعة والنشر سنة 2015، والتي جاءت في 282 صفحة من الحجم المتوسط، ديوانا يضم بين دفاته 20 قصيدة جاءت على الترتيب التالي: استهلها بديم الله، سلوان القلب والروح الذي اشتقه كعنوان واتخذه كعنوان الديوان، الغافل، ومجموعة من السرار أربعة ليخلص بنا إلى القصائد العشاقية: سعاد، فوزية، مصباح النيام، المسرارة، الهلالية، ثم إلى يلايم، قال العيار، النمام، الجافي، خصام التعريجة والكمانجة، ليعة الفراق، كلمة ونغمة، الريس والقرصان، ويختمها بتلك القطعة أو الأنشودة التي كبرنا معها قطتي صغيرة وهو قد حورها إلى مينوشا. قلت
قاسم دلالي مشترك وراء كل هذه القصائد، ويتلون من قصيدة إلى أخرى، هو محاولة فك شفرات ذلك الحكم الماء، ذلك الحلم المائي الممسك بقصر الأرض من كل الجهات، ويستديم نبضها الوجود من أقاصيه إلى أعتاب خلوته، لأنه هو المكان الذي يشتغل به. وهذه غنبوح لكم بالسر ديالو، المكان الذي يشتغل فيه تسميه خلوة، الخلوة ديالو، وتحرم داخل بيته على الدخول إليها، هو الوعيد الناسك الوعيد الذي يدخل إليها. إننا هنا أمام شطرة تستضمر القول بضرورة الحاجة إلى الشعر كبلسم لجراحات الإنسان ومكابدته، وكينبوع ثري لعطشه ونبراس ضوء لعتمات وجوده. من حيث القالب الفني لكتابته الشعرية، نوع الشاعر توفيق أبرام قصائده بين مجموعة من المرمات والقياسات يشبه الريح في مواله والبحر في مده وزجره، بعيدا عن كل أشكال التنميط والتكلف. ومن ثم يمكن الجزم بأنه يثاقم هذه التجربة الإبداعية بعوالم الكتابة الشعرية الحداثية التي تتماهى فيها مجموعة من المشارب الثقافية الفكرية، ماتحا لغته الشعرية من منابع سلسة وشفافة، وكذلك من منابع التجريب، مع المحافظة دوما على لمسة جمالية ضرورية للكتابة الشعرية. كل ذلك الحلم الشعري قدمه الشاعر للمتلقي ملفوفا في غلاف جميل يجلي جوهره التخيلي. باب المريصة، باب المدرسة، أي المدرسة السلوية. الخاتمة أو الصفحة الأخيرة، المسجد الأعظم، وما أدراكم ما المسجد الأعظم، مدينة سلا. أهنئك حتى لا أطيل، لأن الكلام على توفيق هو ذو شجون وما يمكنش أن ننساليه. أهنئك صديقي الفاتن المفتون، وأنت اليوم عالق في شباك الملحون وبساطة أهله، مزيدا من التوفيق ومزيدا من الرقي والنجاح. وعلى للإشارة، فديوانه هذا به 20 قصيدة، هو غير فتح الشهية للقارئ. أما الديوان اللي تتكلم عليه دابا واللي هو بين أيدينا إن شاء الله قريب غادي يصدر، فهو قد اختبر فيه الشاعر، وأقولها صراحة، هو جدير بالقراءة، جدير بأن يكون في خزانة كل واحد منا من العشاق الملحون، لأن به روائع جميلة جدا، وبالأخص في الهجاء، لأن الشاعر وهذه غادي نقولها لكم، وحاضر تنقولها له دائما، حقيقة هو كاتب من بينة رفيعة، ولكن لا تستقيم الكتابة عنده إلا في الهجاء، فيكون مبدع وينتقي لذلك الهجاء أروع الكلمات وأدقها، حتى أن تأويلها قابل للتأويلات عدة. إذا مزيد من التوفيق ومزيد من العطاء. شكرا شاكرا. شكرا الأستاذ والباحث نور الدين شمس، طبعا الذي عرج على قصائد 20 اللي كاينه في الديوان ديال الديوان القلب والروح ديال السي توفيق أبرام، اللي دائما نقول بان شعر الملحون هو شعر يوافق الهويه والروح المغربيه الثقافيه. وتحدث ايضا على الاغراض الشعريه التي تناولها وركز على الهجاء، لا هناك المدح ايضا، ولكن هو في قصائد الهجاء يبدع اكثر. هذه اصاب فيها الاستاذ ملاحظات انا الاحظها، يبدع كثيرا في الهجاء، لا باس مزيان، او قصيده الهجاء كنسالها. طبعا دابا كل واحد كيفاش كيشوف الروح ديالو كمبدع والخيال ديالو كمبدع على مستوى شعر الملحون. كاين اللي كيلقى راسو في المدح، هناك اغراض كثيره، كيلقى راسو في الهجاء، كاين اللي كيلقى راسو في واحد المجموعه ديال هذا. ولكن انا كنشوف بان سي توفيق راه لكم قبيله بانه واحد النقطه تواصليه بين الاجيال، انا اعتبره كذلك نقطه تواصل بين الاجيال اللي
هذا ونقطة تواصل هي الجيل القادم اللي هو الشباب. كنتمنى أن هذا راه كما كيقولوا بحال عطيناه تكليف من نوع ما باش أنه يحاول أنه يلقى لنا ديك النقطة التواصلية بين الأجيال اللي فاتت وبين الأجيال القديمة. وهذا زعما من هذه على عاتقك، شد غير التقاعد، راه قرب يشد التقاعد ومعاش التقاعد باش يتفرغ لنا هذه المسألة ديال الملحون. وكما قال الأستاذ نور الدين أنه تلمد على عدد من الشيوخ خصوصا في مدينة سالا اللي هو الشيخ عبد الرحمن حمدوش والشيخ عبد محمد شليح، يعني هذو المدارس اللي قرا ليهم وتلمد عليهم. وطبعا أنا مازال نطلبوا منه ما يعطيناش ديجا، يعطينا شي حاجة زوينة. عنده دائما دوك الصيلات ديال المسألة ديال أنه حواريات، عنده كثير من الحواريات، وأنا أغبطه في هذه الحواريات، يتقن كثيرا ويبدع كثيرا أيضا. هو الكلمة نسيته. بسم الله. بالنسبة للأغراض كاين أغراض كثيرة، هي كيقول واحد المثال كيشاطرني فيه الأساتذة، أصدق الشعر الهجاء. ماشي أنا اللي قلت. ولكن تيقول لك أصدق الهجاء، علاش؟ ما فيش التملق، ما فيش التزلف، ما فيش عند شي واحد. أنا دابا كيقولوا لي كتب على شي شخصية مثلا، كتب عليها تنتور تنحصل ما تنعرفش، واخا يكون صاحبي ما عارف الا غنزرب عليه نعطيه، ما نكتبش عليك ما تخرج داك الشيء تيخرج ما يمكنش. دابا هي القريحه كتستفز في الغضب اكثر من لاحظتوها ملي كتكون سميتو. كان شي واحد تعرف شي سي بزاز من واحد النوع سميتو، وبقى فيا الحال وكنت غادرت واحد القاعة ومشيت للدار، نقدر نكتبها في ثلث ساعة، نكتب ربعة ديال الصفحات قصيدة موزونة مرمتها بكذا، وكيخرج بالزربة موزونة، ما كنبقاش على الميزان، أنا كن موزونة، تغني نعطيها تغنيها، وخرج واحد الكلام قاصح زعما، وأنا براسي ملي ساليت في الصباح كنقرا تنقول ويلي معايا شي جن كيكتب معايا ولا شي حاجة، تخلع. هذوك شي نقول لك أصدق الشعر اللي جا. وهي كاين اللي كاين ما كيبغي شي، ولكن واش ما قريناش الحطيئة وابن جرير ولا غناو الخزانة؟ قرينا لهم حتى هما مراجع. الشعر غرض من الأغراض ماشي غير هو، بارفوا شي واحد كيتبرم من هذا الغرض هذا اللي كيلقى راسو تما في هذاك، واخا أنت ما قصدتيش كاع مزيان، لأن ما كنمشيش أنا للأسماء، وأنا كنحاول ما نحارب الشخص، كنحارب ظاهرة، الظاهرة اللي كنشوفها أنا مرضية ماشي مرضية، مرضية المرض. كنحاول نتناول ظاهرة على أنني ننزل المستوى ديال أن الشخص بعينه كذا، لأن هذاك الشيء اللي مثلا داروا واحد الشخص كيديروه بزاف ديال الناس، كتولي واحد التصرف اللي هو. وبالنسبة للحواريات، عندي حواريات، عندي خصام التعريجة والكمانجة هنايا، هذيك أسباب النزول. كنا في الريصاني ميراجان ديال سجل المساء، وكان حدايا المرحوم السوري ولي اسماعيل السوري، كان حدايا هذا، وكان هو معروف عليه الترجمة، هذا الشيء ديال الترجمة، هذا الحوار الخصامات. وقلت له الشريف، قال لي نعم، قلت له راه كتبتي انت خاصمتي الموعد ديال الكوزينة، خاصمتيه نجرة مع الكوكوت، واحد الحاجة ما درتيهاش، قلت له شنو هي؟ قلت له الآلات ديال الملحون. قال لي شنو؟ ولا ما نخفيكمش، انا ما نكذبش عليكم، ما كان عندي حتى حاجه، كانت عندي فكره. ويقول لي واش كتبتي شي حاجه؟ قلت لي راه كتبت، وانا الرتاجل الحربه رتاجلتها. ويقول لي سير عليها، رتاجلتها كتبتها وديك الساعات ما كانش عندي. قلت له باش ملي كيقول لي هو، راه كان بالنسبه لي هو السيد سابقني في هذا المجال هذا، ملي كيقول لك كملها صافي بحال تاخذ داك، تصور بانني كنت فرحان بداك سميتو ملي مشيت للإقامة بديتها. وهذيك ميلوشا هذيك راه قصة هي في لوطيل لوقات فندق، كانت واحد القطة كتمشي في الزردة، قطة جميلة زعما تعرف المشية ديال الأنثى، واحد القط مسكين هاري مشي شوية كبير، هذيك القطة تعرفوا داك التمنع ديال
يتمنعنا وهنا ميكروهوشنا. المهم هي طلع ديك القطه مع الرشاقه ديالها طلعت فوق السور. هذاك القط مسكين الهريم تيبان لي بحال قال جاب الله ما قدرش ينقز غليظ بقى تيشوف متبع هذيك الحركه ديالها غاده كتهدى فوق السور وكدير في يديك ديالها بحال واخا ما درتهاش درت لها. انا تصورت هذيك وقلت نشوف فيهم وين تيجي هذاك سميتو جا الشيطان ديال الشعر نكتب. خرجت انا ما عنديش غير هذيك نديرها هنايا الدعابه وانا نديرها وتمشينا تنتعشاو تنشوف كلشي تيشوف نسيت انا راه دحت هذاك الشيء دحتو من البيسي ما كانش عندي الهاتف الذكي كان عندي الغبي والناس كيقراوها وانا ما متبعش هذاك الشيء ديال الله كلشي تيشوف فيا في الدار ولا كيضحك تنقول ويني بديت من وين ياك ماشي شي صدفه مخالفه ولا شي لعبه انا ما دايرهاش هذيك بقيت تنشوف راسي قلت لي عائشه الدكاري كضحك دابا قلت لي مينوشا تبارك الله هو بحال هكا كيجي هذا هو الشعر كيكونوا شي حدث يمكن لي ضحكه ضحكه ضحكات ضحكات فاتت جميله ضحكه كتستفز القريحه كتكون موضوع يمكن طابلو لوح لوحه يمكن حدث عابر حدث من قدامك الحاجه اللي ما تنبغيهاش انا في الشعر اللي ما تنلقاش فيها نفسي هي كتابه الشعر عند الطلب ما تنلقاش فيها نفسي ونقدر نبقى فيها عام ما نكتبهاش ولكن شي حاجه اللي هزتني نقدر نكتبها ورق ديال ومن بعض المستملحات اللي وقعت ليا كنت دخلت واحد التجربه ديال كتابات جينيريك السلسلات كانت واحد السلسله اللي تبعتها في التلفازه سميتها حمادي المفتش حمادي كندير على 4 حلقات والسيد المنتج اتصل بيا وما كيعرفنيش انا راه في الامن في سلك الامن هما كيهضروا على رجل الامن مولع بالمحل بحال كيدويو عليا بحال انا هو الموضوع السيد اتصل بيا على نيتو السلام عليكم سي عبد السلام المفتاح اللي كنحييو من هذا المنبر هذا قال لي السلام عليكم وعليكم السلام قالوا لي عليك راك تكتب شي حاجه ديال المنحول وانا كنشتغل على واحد الفيلم اللي هو الموضوع ديالو مفتي الشرطه كيعزف المنحول كيغني مولوه قلت له مرحبا ما قلتليش شنو تندير انا قلت له مرحبا قال لي راه الموضوع شنو هو هو سكت لي الموضوع كامل والاسم ديال البطل ديال الفيلم اللي هو محور قلت له مرحبا قال لي عندك واحد الشهر انت وجد لي واحد الكلام على هذا شنو وقع له شنو وقع له الجانب الدرامي الجانب الدعابي في القصه يا مرحبا عيط لي في الصباح انا خدام في العشيه خديت واحد البوز كافي دخلت هذيك الورقه اللي تيديروا فيها الحلوه غير لي الحلوه وانا نهبط عليها السلام عليكم وعليكم السلام شي مفتاح هذا اياه راه القصيدة ديالك راه موجودة، اش تقول؟ واش كانت عندك مكتوبة؟ قلت لي واش أنا كنت عارف هاد الفيلم؟ والسمية وكاع هذا، بدا كيضحك، نحس الصوت آخر شكون اللي غيغني؟ غيغني هذاك الفنان العالمي المغربي اللي كنفتخرو اللي هو رضوان الأسمر، هذاك مجامع فنان قناوي يساوي، مدعوني كلشي عنده، خداها عجباتو اتصل بيا قال لي اخويا راه ما لقيت ما نحيد منها قلت له انا كنكتب من هنا راه موزون ايقاعي من ملحن راسو غير خذوه في قياس اللايم والداعي عجباتو دغيا طاحت سجلات وشوف كاين واحد الصوت اخرى فين غيمثلوا الفيلم الاطوار ديال الفيلم المكتب ديال الرئيس ديالي يمثلوا اللي خدا الدور ديالو هو القاطي القاطي يعني كانت واحد الظروف وتا خرج فيلم سالا وتا هذوك اللي معايا تما ما عارفينش شكون اللي كتب ديك وتا خرج فيلم وكيقراو في هذيك الاغنيات الجينيريك انت اي حاجه وهذا ما كانوا شكرا نقرا لكم شي شويه من هذا من هذا باش ما تقولوش هذا لا تيدير لي هيجاء نقريكم شي حاجه اخرى ولا الغزال تقريبا الغزال
هذه غرق لكم الهلاليه اللي كانت عزيزه على قلبي. وهي شنو هو اسباب النزول؟ هو واحد السيد معنا في العمل كان مقبل على الزواج وكيعشق واحد الفتاه واللي هي الاصول ديالها من بني هلال. انا بسميتها الهلاليه من ابن هلال كما كتعرفوا في الهجرات العربيه الهجرات الصغرى اللي من بعد الفتح بنو هلال بنو سليم. بنو هلال استوطنوه دكالة واحد الخدام منهم مشات من بعد نهاية الحروب البرتغال استوطنوه تما فين تعربت دكالة كانت أمازيغية تعربت بهاد القبائل هادو واحد الخدام منهم مشات لبني ملال. وبنو سليم ما بقاوش لأن بنو سليم ما تأقلموش ما نفتحوش وما تأنتيكروش المجتمع المغربي لأنه كانوا غجار الغجر. المجتمع المغربي كان محافظ ما بغاش دوك السلوكات يدخلوا كانوا المغاربه ما قبلوش داك الشيء ديال الغجر. والمغرب ارض الاستقرار ماشي مرور عبور. علاش؟ لان المحيط الاطلسي كان ابحار من خلاله كان صعيب بزاف. كانوا جميع الناس اللي هاجروا من الشرق كيبقاو في المغرب لا من اليهود من الهجره الاولى ديالهم في عهد سيدنا موسى الهجره الاولى جات الهجرة الثانية ديال لي موريسك اليهود. الهجرة الثالثة هي ديال الإيطاليين الإسبانيين اللي جاو في عهد موسوليني وهذا الاضطهاد ديال هذا وجاو وهما اللي استوطنوا في الحواضر المغربية اللي جابوا لنا المكننة اللي هي لا ميكانيك. هذوك الإيطاليين اليهود الإيطاليين منهم عائلة مارسيانو باقا هنايا عندنا في الرباط كلهم كيشتغلوا في الميكانيك منهم سانتا ماريا اللي كانوا في لوسيون وهما اللي استوطنوا في لوسيون. القدماء كانوا في الموريس كانوا في مدينه في الملاح. المهم هذه الهلاليه وبنو سليم كاين عندي انا واحد البحث شخصي لقيت واحد القبيله هنا في حدا عين البركه في طريق قنيطره اللي كيعرفها كاين جيت كريان بالعروسي وهذا كتمشي سميتهم دوي سليم دوي سليم كاين الحنشات دوي سليم ولا تسبيطه كاين الطالب والطالب عبد الله كاين حداده قنيطره هادو هما القبائل اللي مستوطنين تما. هاد دوي سليم قلال وكنقول انا ربطتهم ببنو سليم لان دوي سليم هما بنو سليم وربما والله اعلم انا غير سيدي. هاد الهلاليه غادي نقرا عليكم هي في الغزال. انا كنت لسان حال هذاك السيد هذاك الشيء اللي كيعاود لي عليها والسيد متيم وانا كتبته خليت ديك ما بغيتش نذكر الاسم وداك الشيء الحميميه ديالو وكتبت له هذه وعجباته. مملوك ومالك يغزالي يا ربي جود بالسراح من رامت في الهوى قتالي طعنت قلبي بلا سلاح يهلك من شافها بحالي ويبات الداج بالنواح يا لايم في الهيام حالي كم اللوام فيه طاح ما يجد الغرام والي من طعنو صار من الماح حدرات التامها قبالي وتهيج خاطري وجاء من قوس الحاج بالهلالي ورموش مصوبة رماح شفايف راح من دوالي عمرت من ريقها جباح السالف بنت كيشالي والجيد غزال في البطاح بسملت وقلت يا العالي ملكني درة الملاح عربية عرقها هلالي ما تقبل في الهوى مزاح نسعد ونحوزها حلالي ويحل السعد والفرح. شكرا سي توفيق ابرام وشكرا الاستاذ باحث نور الدين شماس شكرا الاستاذه الباحثه سلمى بوفنيشل وشكرا لمكتبه الالفيه لكل اطرها وللاستاذه مديره الالفيه استاذه عائشه الصايعله طبعا استضافتنا هنا في مكتبه الالفيه وعلى شراكتها مع جمعيه الأهلة المغربيه. طبعا قبل ما ندوزو لتوقيع الديوان غادي يكون نذكركم اليوم كاين حفل في المركز الثقافي تمسنا حفل فني الحفل الثاني او من خلال الافتتاح كان امس في قاعه البحنيني والحفل الثاني سيكون في مركز الثقافي تمسنا ابتداء دائما من الساعه 7 مساء على اساس انه غادي يكون واحد المجموعه ديال الفنانين
المنشدين، وايضا حاضر معنا واحد المجموعه الفنيه العازفين ديالنا جمعيه الاهلة جوق الاهلة برئاسه السيد اسلام بسامو، والاخوه حاضرين معنا هما كاينين. ان شاء الله غادي يحيوا معنا مجموعه ديال مجموعه اخرى من الفنانين منهم السي عبد الرفيع بن نونا وجميع مدينه فاس، مرحبا بك. والذي سيسير اللقاء الاستاذ الشاعر مصطفى العبريري، مرحبا بك. والذي سيسير الحفل الفني الثاني في مركز تمسنا، مرحبا بكم في المساء مع الساعة السابعة، أرجو أن تتمكنوا من الحضور والاستمتاع معنا. ندوزوا طبعا توقيع الديوان مباشرة.